السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، معكم أستاذ إسلام طاقم معلم اللغة الإنجليزية، ومرحبا بكم في درس جديد ووحدة جديدة من كتاب الرائع English Vocabulary in Use Elementary مستوى المبتدئين. هنبدأ نتعلم النهاردة كلمات عن الملابس، إزاي نقدر نعبر عنها، أنا لابس إيه بالظبط، طب ده اسمه إيه؟ الكلمات دي من الكلمات اللي إحنا محتاجينها طبعا عشان نبدأ نعبر عن نفسنا، لابسين إيه، أوصف لشخص أنا لابس إيه، أو أوصف لشخص آخر هو لابس ايه. طب لو انا برتدي ملابس اقول فعل ايه؟ طب لو انا بخلع الملابس اقول فعل ايه؟ هل الاتنين زي بعض؟ ده اللي هنتعلمه في درس النهارده. محتاج منك لايك شير سبسكرايب فعل زر الجرس، وما تنساش وصف الفيديو موجود فيه رابط لتحميل الكتاب من على قناه تليجرام، وعندك كمان صفحه التدريبات، عايزك ان شاء الله بعد ما نخلص الدرس وتذاكره تبدا تحل الاسئله الحلوه دي وتعمل لنا ايه؟ تسيبها لنا على التليجرام، هتلاقي ايضا رابط ليه الواجبات، اضغط عليه وروح للتليجرام صور الواجب وحطه لنا، يبقى الكتاب كده انت بتذاكر وبتطبق، يبقى اللي هتذاكره ان شاء الله مش هيطلع من دماغك. وما تنساش تشارك السلسله الحلوه دي مع اصحابك ودايما تتابعها من خلال قائمه التشغيل. جاهزين؟ بسم الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اهلا ومرحبا بكم جميعا. يونت 4 كلوز. استاذ كلوز ولا كلوذس؟ لا، هي الواحدة من غير الاي اس هتبقى كلوذ، ملابس او قطعة قماش او ملبس، حاجة واحدة. لما نيجي نجمعها يبقى صعب على اللسان يقول ذس. طب نعمل ذس غلط، مش هتظبط. انما نعمل ايه؟ كلوز، اكنك بتقول كلمة يغلق، كلوز كلوز كلوز، وده عادي في اللغة الانجليزية، لان احنا عندنا ظاهرتين في اللغة الانجليزية بيلخبطوا الناس احيانا. في عندنا حاجة اسمها هوموفونز وهوموغرافز. ايه الهوموفونز وايه الهوموغرافز؟ هوموفونز كلمات مختلفة ولكن ليهم نفس النطق، زي الكلمتين اللي انت عرفتهم دلوقتي، كلمة كلوز يغلق وكلمة كلوز بتيجي بمعنى الملابس متعددة او كتير. كذلك في كلمات كتير زي فعل مثلا eat ate، eat يأكل، ate أكلة، ده نفس نطق رقم 8 بالظبط، number 8 8 8، فدي بنسميها هوموفونز. هوموفونز في حاجة تانية اسمها هوموغرافز. هوموغرافز نفس الكلمة ولكن لها أكتر من معنى، كلمة هي ولكن تعطيك معاني مختلفة، فالظاهرة دي عادي لو انت قابلت دي أو دي في الإنجليزي. طيب يبقى عندنا أول كلمة اسمها ايه؟ احفظ معايا وردد، لازم تردد، لازم تكتب، ويا رب تكون طابع الملف وتكتب الملاحظات والمعاني للكلمات لو حبيت كمان فوق. كلوز كلوز كلوز، ملابس. جميل، نفس فكرة كلمة month month. ايه كلمة month؟ ودي هتقابلنا ان شاء الله في درس من الدروس القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم على الوقت. كلمة month معناها شهر، ولما تضيف لها الاس مش هتقول months لا، او months لا، months months months، شهور. كلوز months. نسيب الحتة الحلوة دي ونروح لجزئية والشغل بجد بقى. جاهزين يا شباب؟ هنتكلم دلوقتي عن كلوز. We will talk about we will talk about كلوز. Great. Repeat after me if you please. Hat hat hat، قبعة. Hat coat coat coat، معطف او بلطو، ما تنساش تذاكر كتابة. hat coat hat coat، jacket 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 اللي هو الجاكيت اللي بنلبسه، jacket. scarf scarf scarf، الوشاح، الكوفية احيانا زي ما بنقول scarf. gloves gloves gloves، القفازات، gloves. shoes 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 اللي هو الحذاء او النعال. trainers 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 اللي هو احذية التدريب. boots 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 اللي هو حذاء السيدات الكبير العالي ده، وممكن احيانا نقول عليه احذية كرة قدم football boots football boots. suit 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 اللي هو البدلة كاملة. طب واللي فوق لوحده jacket
زي الجاكيت ده كده. البنطلون انا اعرفه كمان شويه، جميل، انما طقم كامل بدله الجاكيت والبنطلون والقميص تحتها والجرافات بنسميه كل ده سوت، بدله سوت، جميل. سوكس، سوكس اللي هو الشراب او اللدغات مش عارف بيسموه ايه اللي بتلبس في الرجلين، سوكس. تي شيرت، تي شيرت لو تلاحظ حتى اللي انا لابسه ده تي شيرت، ده اسمه ايه؟ تي شيرت. طب هو ايه الفرق ما بين التي شيرت ومن غير التي؟ يبقى كلمه شيرت الوحيده، هتجيلك الكلمه دلوقتي، قبل التي شيرت ونعرف الشيرت، واتش. واتش ايه ده؟ مش كلمه واتش معناه يشاهد؟ لما تيجي فعل بمعنى يشاهد، لما تيجي اسم بمعنى ساعه، واتش، this is my watch، دي ساعتي، this is my watch. وكمان لها معاني تانية، يعني ممكن مناوبة، مناوبة عمل، this is my watch، ده دور أنا في المراقبة في العمل، watch. وده اللي أنا قلت لكم عليه في أول حصة أو من شوية، الهوموغرافس، كلمات نفس الكلمة ولها أكتر من معنى، watch. shirt، طب أنت شوف كده إيه الفرق ما بين كلمة shirt اللي موجودة وتي شيرت. شوف الصورة كده، التي شيرت اللي هي التيشيرتات الكاجوال النوت فورمال اللي بتتلبس، الشيرت اللي هو بدراعات اللي بيبقى له دراع، اوكي، اما التي شيرت اللي هو التي لحد النص هنا، شيرت كامل، الشيرت كامل. فده الفرق ما بين التي شيرت والشيرت. دريس، دريس فستان، دريس فستان. رينج، رينج اللي هو الخاتم، خاتم، رينج. سكيرت، سكيرت، سكيرت اللي هو الجيبة، التنورة اللي بتبقى عند البنات اللي بتلبس جيبة تقريبا في مصر، بنقول عليها جيبة تقريبا، سمعناها قبل كده التنورة أو حاجة زي كده، سكيرت. بيلت، بيلت، بيلت حزام، بيلت. طاي، طاي اللي هي الجرافطة، سواء الببيونة طاي أو تتلبس طويلة طاي جرافطة، كذلك كلمة طاي ممكن تجمع يربط. سويتر أو سويتر زي ما تحب، سويتر اللي هو السترة أو الكنز، بتبقى هدوم تقيلة شوية، سترة، أو ممكن يتقال عليها جامبا، جامبا مش جامبر دي الشخص اللي بيقفز، ممكن لو جت كناون او جامب ان ذا اير يقفز في الهواء بنسميه جامبر، انما لو جت على الكلوز الملابس هتبقى هي الستره نفس كلمه سويرر بالظبط. تمام، again let's review them please repeat after me. hat، hat. coat، coat. jacket، jacket. scarf، scarf. gloves، gloves. shoes، shoes. trainers، trainers. boots، boots. suit، suit. socks، socks. t-shirt، t-shirt. watch، watch. shirt، shirt. dress، dress. ring، ring. skirt، skirt. tie، tie. belt، belt. sweater، sweater. jumper، jumper. جميل جدا، الكلمات اللي فوق كلها تعامل معاملة المفرد، ولكن هنيجي نختلف دلوقتي على المجموعة في بي، سيكشن بي، plural words. ايه اللي في plural words؟ كلمات الجمع دي مالها بقى؟ these words، خلي بالك انطق الكلمة دي these، ما تقولهاش these، غلط. these words are always plural in English، الكلمات دي دايما جمع، كلمة always دائما، يعني خلاص لا مفر، 100% ما فيش أي فرصة إنها تكون مفرد. in English they need a plural verb، ومحتاجين plural verb يجي بعدهم فعل يعامل معاملة الجمع، يعني ما تجيبش بعدهم is تجيب بعدهم are، ما تجيبش was تجيب where، أحسنتم.
تجيب مثلا فعل خلاص هو هيبقى، لان الحاجات ديت مش هيجي بعدها اي افعال تانية زي eat او play والكلام ده كله. اوكي، ايه هما الكلمات الجديدة اللي عندنا هنا؟ تراوزرز، تراوزرز، تراوزرز. ايه تراوزرز؟ اللي هو البنطلون، او ممكن عليه بانس احسن احيانا. تراوزرز، جينز، جينز، جينز اللي هو بنطلون الجينز. شورتس، شورتس، شورتس اللي هو الشورت. تايتس، 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 حتى جاي من كلمة تايت، تايت اللي هو ضيق، تايتس اللي هي الملابس الضيقة تقريبا، يمكن عند السيدات اسمه ليجن، مش عارف، الملابس اللي بتبقى ماسكة في الرجل خالص أو في الجسم، لازقة على الجسم، تايتس اسمها تايتس. جلاسز، جلاسز، جلاسز نظارات. بيجامز، بيجامز، بيجامز البيجامة بتاعت النوم. سان جلاسز، سان جلاسز اللي هي نظارات الشمس. جلاسز نظارات عادية، سان جلاسز نظارات شمس. الكلمات دي اتفقنا انها تعامل معاملة الجمع، يبقى منها اتعلمنا ان الكلمات دي تخص اسماء خاصة بالملابس، وكذلك عرفنا انها فئة واحدة تعامل معاملة الجمع. ادينا مثال عشان نقدر نستوعب الامر ده. ماي سوت، سوت اللي هي البدلة، كانت من المجموعة اللي فوق، مفرد ولا جمع؟ شوف كتب عليه is، اعملها مفرد. My suit is new، بدلتي جديدة. But ولكن these trousers، تلك أو تلك البناطيل اللي هو قصده البنطلون يعني، ليه بيتقالوا جمع؟ لأن هما مشتق من حاجتين، البنطلون مستحيل يكون برجل واحدة لازم يكون باتنين رجل، كذلك جينز، شورتس، تايتس، الجلاسز في نظارتين، واحدة يمين وواحدة شمال، بيجامز قطعتين، ورجل يمين ورجل شمال، ودراع يمين ودراع شمال. فالحاجات دي بتتسمى دايما جمع عشان كده. ف but these trousers، ولكن البناطيل دي او البنطلون ده are old، قديم. يبقى السوت البدله جديده، ولكن البناطيل دي قديمه. hair jeans، shorts، tights، ممكن نقول hair jeans الجينز بتاعها، hair shorts الشورت بتاعها، hair tights الليجن او الحاجات الملابس الضيقه، are blue لونها ازرق. نوت، لاحظ، you say، ممكن نقول a pair of، a pair of يعني زوج من، a pair of دايما كلمة a pair of بتجمع الحاجات اللي فيها اتنين زوجية، a pair of shoes زوج من الأحذية، a pair of trousers زوج من البنطال، a pair of shorts، a pair of glasses، etc. etc اختصار لكلمة اسمها etc. etc زي ما بنقول في اللغة العربية إلخ، إلى آخره. مرة تانية etc تقولها كده، ما تقولش اتس، لا، اتسترا، اتسترا الى اخره. جميل، خلي بالكم كل المعلومات اللي احنا بنذاكرها وكلمات هتحتاجها في الواجب، ذاكر كويس وركز كويس. الجزء الجاي دلوقتي احنا عرفنا اجزاء الملابس او كميه كبيره منها، عايز اعبر بقى، انا برتدي، انا احمل، انا اخلع ملابس، اقول الكلام ده ازاي؟ الفعل المناسب لبنائه في الجمله ايه؟ ركز معايا. أول فعل قبلك هو فعل wear. You wear clothes but you carry things. لا نركز بقى. You wear، أنت ترتدي clothes ملابس، but you carry things أنت تحمل أشياء. You wear clothes أنت ترتدي ملابس، but you carry things ولكن أنت تحمل أشياء. You wear glasses أنت ترتدي نظارات. Naomi is wearing، is wearing ترتدي a long blue coat، a long blue coat، ايه a long blue coat؟ معطف طويل لونه ازرق. طب هو ايه ده؟ هو ينفع اجيب صفتين قبل الاسم؟ وممكن تجيب ثلاث صفات واربع صفات. لو حبيت دور على اليوتيوب عندي على درس اسمه order of adjectives، ترتيب الصفات، هتلاقي ان في عندنا سبع انواع للصفات، سبع انواع مختصرهم في اوساش كوم، كل حرف منهم دليل على حاجه، زي opinion الراي الاول، يلي size الحجم، يلي age العمر، يلي shape الشكل، يلي color اللون، يلي origin الاصل، الام الماتيريال. هتلاقي في درس بعد ما تكتب اوردر وتكتب اكتب اسلام طاجن بعدها عشان يطلع لك الفيديو بتاعي بالتحديد، فيديو صغير تعرف فيه ترتيب الصفات لو حبيت تتعمق في النقطه دي. زي ما انت شايف بلو اللي هو الكالر،
ولونج يعتبر بالنسبة لنا هنا الشيب أو السايز، ممكن يمشي مقاس. تمام، فالمقاس جه الأول وبعد كده جه اللون، فما ينفعش نقول بلو لونج لأن لا ترتيب. فلو لقيت الصفات في مرة من المرات واقفة قدامك، روح لدرس ترتيب الصفات وهتعرفها. Naomi is wearing a long blue coat، ولابسة رداء طويل أو معطف طويل أزرق. تمام، she's carrying، خلي بالك فعل في ان جي، يبقى الابوستروفي اس اللي قدامك هنا هي is. طب ليه؟ ما هي دايما is يا استاذ. لا، ممكن الابوستروفي اس تكون اختصار ل has. طب وانا اعرف منين اذا كانت is ولا has الابوستروفي اس؟ لو لقيت جاي بعدها فعل في التصريف الثالث، اعرف ان اللي قبلها has. تمام، لو لقيت ان اللي is جاي بعدها اسم او فعل في ان جي، اوكي يبقى هي الـ is apostrophe s. تمام، هتقابلنا النقطة دي، اهي جاية لنا دلوقتي وهعرفها لك دلوقتي. برضو ممكن لو جت بمعنى الملكية، يعني ممكن هذه يجي بعدها اسم عادي بس تبقى الجملة دليل فيها ملكية عليها، يعني he has a car، ممكن he's a car، فهنا طبعا مش تبقى he is a car، he has a car. فدي الحالة الصغيرة ممكن تختلف معاك فيها. he's carrying، I'm sorry she's carrying، هي تحمل. She's carrying a suitcase. الحقيبة اللي في ايدها ديت اسمها suitcase، اللي هي حقيبة زي حقيبة السفر مثلا. And a handbag. ايه الهاندباج؟ اللي هي حقيبة اليد. كلمات جديدة عايزين نذاكرها يا شباب. suitcase حقيبة السفر، handbag اللي هي حقيبة اليد. في كلمة تانية تساوي حقائب السفر مش موجودة في الدرس بس أحب تعرفوها، اسمها luggage. حقائب السفر، وخلي بالكم الكلمة لا تجمع، ما فيش حاجة اسمها luggages. شوفوا حتى لما كتبت الاس عمل لنا غلط، luggages غلط، هي دايما زي ما هي كده ما بتجمعش. luggage زي كلمة information، ما فيش informations، زي كلمة advice نصيحة ونصائح، ما فيش advices. خلي بالكم من الحاجات الصغيرة دي. you can also say، ممكن نقول Naomi has got a blue coat on. ايه بقى اللي هنا قاله؟ has got، اوكي هنا الهاز على فكره ممكن تبقى ابوستروف اس، بس الفكره مش في كده. احنا استخدمنا فعل وير يرتدي، وممكن نقول اون. ايه اون؟ اون يعني على، يعني نعومي لديها معطف ازرق اون عليها اون. وده تعبير من التعبيرات اللي العرب ما بيعرفوش يستخدموه كتير. ليه؟ لانه مش متعود عليه. I have a black shirt on. انا مرتدي I have a black shirt on. انما في الغالب اللي بيتعلم انجليزي عادي يقول لك ايه؟ I'm wearing a black shirt. T-shirt بقى، خلينا مش هنقول شيرت لان ده T-shirt زي ما اتعلمنا في الدرس. I'm wearing a black T-shirt. عايز اقولها بشكل تاني، هخليك اكتب لك الجملة. I am wearing a black T-shirt. دي جملتنا. طيب عايز اجيب لها شكل تاني، اسلوب بقى كده اتفشخر بيه قدام الناس واقول واو انا في الانجليزي 100 100. I have، طب ليه مش هقول has؟ ما مكتوب فوق has got. لا، الاي تاخد have ما تاخدش has. I have، ولو حبيت تقول I have got اوكي. I have a black t-shirt on. I have a black t-shirt on. انا مرتدي، دي معناها كده انا مرتدي black تيشيرت لونه اسود. تمام، الشكل اللي بعده او الجمله اللي بعدها، يبقى هنا عندنا اون نقدر نستخدمها لو انا عايز اقول ان انا بلبس حاجه مع هاف او هاز. يو كاري ا باج، انت تحمل باج حقيبه. اند ان امبريلا، ومظله. امبريلا مظله بحملها. اي كاري ان امبريلا، اي كان كاري ا باج، انا استطيع ان احمل حقيبه. يبقى هو هنا عرفنا فعل وير يرتدي، W E A R يرتدي. انا عايز اقول انا برتدي حاجه، اقول I wear واقول انا برتدي. حبيت استخدمه مع فعل have او has، اقول he has she has I have they have. خلي بالكم، يبقى المفرد ياخد has، الجمع ياخد have، واقوم حايل بعد ما اقول اللي انا ارتديت اقول on. يبقى كده معناه ان انا، ولكن لو عايز اقول انا احمل شيء استخدم فعل carry، يحمل carry. جميل. In the morning، في الصباح. الفعل ده بقى ما تنسوش. In the morning you get dressed. يعني ايه get dressed؟ get dressed يعني بترتدي ملابسك. get dressed
تبتدي ملابسك. But or put your clothes on. Put your clothes on أو إنك بتضع ملابسك عليك. Put on بمعنى يرتدي. Put on وده phrasal verb. إيه phrasal verbs؟ phrasal verbs هي عبارة عن أفعال مركبة من المستوى العالي للغة الإنجليزية. إيه المستوى العالي؟ إيه phrasal verb اللي أنت بتقول عليه ده؟ هو عبارة عن فعل put بمعنى يضع. لما يجي معاه حرف جر on هيختلف معناه بمعنى يرتدي، هيساوي فعل wear يرتدي. أفعال مركبة صعوبتها إن معناها مختلف عن الكلمة اللي أنت عارفها، المعنى بيختلف. put on بمعنى يرتدي، وهيقابلنا كتير واحنا ماشيين، ويا ريت نحفظهم. لو أنت عايز تتقدم في الإنجليزي بسرعة احفظ الفريزل فيربس، ما تنساش لأن الأجانب بيستخدموها كتير قوي. in the morning you get dressed، أنت بترتدي ملابسك، أو ممكن أقول put your clothes on، تضع ملابسك عليك. at night، طب في المساء هل ترتدي؟ لا. هعكس كلمة dressed بحرفين بس. at night you get undressed. شفت عمل ايه؟ كلمة dressed حط قبلها يو ان. undressed تخلع ملابسك. undressed تخلع ملابسك. or او ايه؟ هيقول put off؟ لا، put off بمعنى حاجة تانية خالص. or take your clothes off. take your clothes off. take your clothes off. يبقى take off بمعنى undress. ثواني هنا. take off لا ده معنى من معاني مختلفة، بمعنى get undressed، وبرضو هنا wear بمعنى، وput on بمعنى get dressed، وأيضا بتساوي إن أنا أستخدم has أو have ونقول أنا ارتديت إيه وأحط بعدهم on. يبقى بالشكل ده أنت اتعلمت الأفعال اللي أنت محتاجها اللي تستخدمها للتعبير عن حاجة أنت بترتديها. common mistakes من الأخطاء الشائعة والعامة. you put clothes on but you take clothes off. اوكي ده اللي بنقوله. اوكي take off، إنما من الخطأ بقى إنك تقول إيه but you put clothes off. ليه؟ لأن put off بمعنى turn off، يغلق، يغلق جهاز كهربائي حاجة زي كده. يبقى put clothes on يرتدي، take clothes off يخلع ملابس، put on take off، put on take off، put on يرتدي take off يخلع. اكتب الف تعليقات اوعى تنساها، اكتبهم ومعناهم. put on يرتدي، take off يخلع. جميل، ويا ريت تكتب لي دلوقتي وانت واقف في اخر الفيديو، وقف الفيديو واكتب كل الكلمات اللي مرتبطه بالكلوز اللي انت اتعلمتها. اكتب كلوز واكتب كل اللي انت افتكرته من الدرس كان فوق. تمام. تب ملحوظه، when you get dressed in the morning، عندما ترتدي في الصباح، say to yourself، قول لنفسك، هذا بيعلمك بقى انت الصبح تقول لنفسك ايه. now I'm putting on my socks، انا برتدي الشراب بتاعي او الادغات. now I'm putting on my shoes and so on، عشان تسهل على نفسك الحفظ للدرس الصبح وانت بترتدي ملابسك او في اي وقت. قول now الان، I am انا putting أضع ها، وتقول اسم الحاجة on، أو تقول put on وتقول أنت بتضع إيه. now I'm putting on my black t-shirt. now I'm putting on my pair of trousers. now I'm putting on my belt، أنا بضع حزامي. now I'm taking off my black shirt. now I'm taking off my shoes. now I'm taking off my glasses or sunglasses. يبقى بالشكل ده أنت ذاكرت طبقت، وناقص لك حاجة واحدة معايا يا بطل، التدريبات. عايزك تحل التدريبات الجميلة دي وتحطها لنا على جروب التليجرام. على فكرة أنا بالفعل حليت، وأنا بحل الكلام ده وبحطه على التليجرام قبلكم. أنا نفسي بجاوب وبحل وبحط الإجابات بتاعته، بكتب اسمي كمان والتاريخ عشان أبقى فاكر الكلام ده. وأتمنى منكم تفاعل، هتلاقي موجود في وصف الفيديو الرابط لإرسال الواجبات ولتحميل الكتاب. ما تقولش الكتاب مش معايا، ممكن تحمل الكتاب عندك على الموبايل أو على التاب أو على الكمبيوتر، تاخد سكرين شوت وتكتب على الكمبيوتر أو على الموبايل وتحط اجاباتك برضو عادي. لازم تشارك، لازم تفكر، ولان ميزه التدريبات ان كل كلمه انت درستها هتستخدمها هنا. Joe has a job interview today so he's wearing a smart suit. عنده انترفيو يبقى لابس سوت. A white shirt، لابس شيرت. And a tie، وجرافطه. Julia's not working today. جوليا مش شغاله النهارده so she's wearing a
لابس كاجوال تي شيرت اند اند شورتس مثلا، تمام. وتبدا بعد كده تلاقي نفسك تلاقي جاكيت، ما اعرفش ايه الكلمات اللي انت حفظتها بتكتبها. بعد كده ماتش، وصل، سكارف، بيلت، شو، هات، جلوف، جلاسز، تايتس، رينج، وابدا وصل الكلمه بالبارت اوف بودي، بيربط الدرس اللي قبله الاجزاء بتاعت الجسم اللي درسناها، فعمل كلمه رينج مع الايه، مع الفينجرز الاصابع. طيب بيلت الحزام اكيد مع البنطلون او الوسط اللي هنا، فتقوم راح عامل كده بيلت. طب والسكارف ده يبقى على ايه؟ السكارف ده يبقى على الرقبه هنا. الشو الحذاء هيبقى على الرجل رقم خمسة. الهات وقبعة على الهيد. الجلافز هتبقى على الايد. الجلاسز العين. التايتس الرجل. يبقى بالشكل ده انت اثبتت ان انت مذاكر الكلمات ديت واستوعبتها. وبعد كده هيبدا يستخدم لك فيرب تو بي. خلي بالكم فيرب تو بي بيبقى ام او از او ار، ولو في الماضي واز او وير. اوكي فتبدأ تستخدمهم. تيمز جينز ار بلو، لان احنا اتفقنا ان هم يعاملوا معاملة الجمع. اند هيز تي شيرت، تي شيرت مفرد، يبقى تقول از ريد. فبقول لك ممكن تستخدمهم اكتر من مرة واستخدمهم بالشكل الصحيح. افتكر وير يرتدي، كاري يحمل، هاف بمعنى يملك، او ممكن لو جت مع اون يبقى لابس او مرتدي الشيء. والتدريب اللي بعده اجمل واحلى، لان جايب لك اجزاء من الجسم. يعني رقم 10 دي هات القبعه، هتكتب بقى السويرر، هتكتب المعرفش الامبريلا، وتختبر نفسك في الكلمات. وان ذا مورنينج في الصباح هتقول ايه؟ جيت دريست. طب في المساء هتقول جيت دريست ولا جيت، احسنت، اندريست. اور يور كلوز اون، ها ايه الفعل اللي كان بيجي مع اون؟ بوت يور كلوز اون. اور ها بوت اوف، لا تيك. فده انا حليت لك الواجب، عايزك انت تحله بنفسك. وان شاء الله نلقاكم على خير مع الدرس القادم الاسبوع القادم باذن الله سبحانه وتعالى. ديسكرايبنج بيبل، لو انا عايز اوصف الناس هقولها ازاي. هذا بالله التوفيق، والقاكم على خير. لا تنسونا من صلاه دعائكم ومشاركه للسلسله القويه ديت مع الناس، لان ناس كتير محتاجاها، محتاجين يستفيدوا منها. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.